قبل ما ادري يا حبايب شيروا الفيديو، اهم شيء انه تاخذون هذا رابط هذا الفيديو وتنشروه بكل مكان على مستعد انه الفيديو ينتشر بشكل اكبر. هذا الشيء راح يساعد انه نرجع التفاعل مثل قبل. وبس يلا نبدا المقطع. الخبر الاول عدنا عن مصطفى ريدر ووصول قناته باليوتيوب للمليون مشترك، فان شاء الله الف الف مبروك عقبال 10 مليون يا رب. وطبعا هو نزل شويه ستوريات ردت فعل على المليون، وبنفس الوقت يعلم من خلال انه راح ينزل لنا مقطع، فهذا المقطع راح يكون هو مقطع المليون. طبعا راح ينزل لنا اليوم تقريبا الساعه ب 8 ايبي. واخيرا صرنا مليون متابع جمهوري رداري، ليتس جو. والله كلكم كفو، كل اللي شيروا القناة كل شيء سويتوه كله كفو. راح اسوي لكم تيك توكات، راح اسوي لكم كل شيء. الساعة 8 اليوم على قناتي راح ينزل فيديو المفاجأة، فيديو المليون. اوكي راح ينزل اليوم على قناتي الساعة 8، فكونوا جاهزين لكل فعل الاشتراك ويشوف. راح تعرفون شنو المفاجأة من ينزل الفيديو وشو وقت راح تنزل المفاجأة. ياسمين مبروك، الله يبارك فيك. او باي باي بيس باي باي. ننتقل حاليا لتهجم المتابعين على بيسان تيكت، فنزلت على التيك توك يا حبايب هذا المقطع اللي كان وياه ولد جديد. هذا اللي خلى يا حبايب ان هواي من الاشخاص يتهجمون عليها ويكتبوا له هواي كومنتات انه هل هذا الحبيب رقم 20، واللي كاتبين له انه البنيه فلتت بعد ما تركت بيسان تيكت. فما ادري صح اكتب بالكومنتات شو رايكم باللي يسويه بيسان بعد ما تركت بيسان تيكت. ننتقل حاليا نور ماريا حبايب وسفره، فنزل هذا الستوري كاتب عليه الوداع، من الواضح انه حزين انه على وداع من اصدقائه. وبعد نزل هذا الستوري كاتب بدعواتكم، وبعد بالستوري الاخير من داخل المطار، فلو وصل بالسلامه يا رب. وطبعا يا حبايب المعلومه انه هو راح يسافر حاليا لدبي. فكتبوا حبايب الكومنتات شو رايكم بهذا الخبر. ننتقل حاليا اخو نور ستار اللي هو وليد يا حبايب، وطلع بمقابله صار يسالون هل انت تحب ابوك، فهو رد انه احبه ولكن ما احبه هواي صراحه لانه هو اذى امه صراحه. موضوع كل صادم هو كشف نوعا ما بهذه المقابله وهواي كلام قال عن ابوه، راح احطكم اللقطه شوفوها. الحمد لله اهم شيء اهلي يكونون بخير وما حد ياذيهم، انا سعيد. بتحبه لبيك؟ أبوي بالنهاية أكيد أحبه، بس مو هو أبوه شوي. حب أبوي يعني أريد يكون راضي علي، بس بالنهاية أمي حياتي، أموت على أمي يعني أهم. لو أي شيء أذي أمي، لو لا صح الله أي شيء صار لأمي وتموت، يعني أقتل نفسي ورا أمي. سو لأذى أمي ما أقدر أحبه هواي you know. بس بنهاية أبوي، بس ما عندي حب له هواي 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 you know. ما يهمني اللي يصير له، ما يعني ما أريد أي علاقة مع أبوي. كان الطفل لا كان ردد علاقة you know. أصور أودي فيديوهات وأصور فيديوهات عشان يعني أحكي مع أبوي، بس أبد ما أحكي وياي، ولا ودالي رسالة، ولا ودالي لعبة، ولا ودالي فلوس، ولا سوالي شيء. سو حاولنا بس ما قدرنا. ما هو مبين ما كان يحبني، سو ليش أحبه you know. اما بالنسبه لنور ساري يا حبايب، فنزلت هذا الستوري كاتبه بكره راح انزل لكم مفاجاه كبيره، وبالستوري اللي بعده كاتبه مفاجاه مؤثره ممكن تبهوا فجهزوا حالكم. وبالستوري اللي بعده يا حبايب اعلن شو وقت راح ينزل الفيديو، واللي هو ان شاء الله باكر على الساعه 7. فكتبوا لي بالكومنتات شو توقعون هذه المفاجاه وشو راح اسوي بالضبط. نروح حاليا يا حبايب هذا المقطع اللي انتشر على تيك توك عباره عن فضيحه اخو نور ستار ويا بيسان. بهذا اللقطه يا حبايب مثل ما شايفين يقول انه اخو نور ستار قاعد يتحرش ببيسان، انه قاعد يلمسها من ورا مثل ما شايفين، ونوعا ما بيسان يعني ضايقت. او حتى اغلب الاشخاص قالوا اللي شافوا المقطع انه هو نوعا ما هوايه بيسان مشت مرتاحه بالفيديو بسبب وجود اخو نور ستار. وطبعا هذا الفيديو وصل 14000 على التيك توك ووصل هوايه انتشر يعني يا حبايب. مثل ما شايفين لقطات قدامكم اكتبوا لي بالكومنتات هل تشوفون موضوع تحرش او لا. وصل هنا وصلت المقطع، المقطع جوكم فجر مقطع لايكات. وبس كانكم فزت بقسمك القصص، احبكم، مع السلامه.